يلا. هذا الشبل من ذاك الأسد، ده أنسب تعبير بينطبق على فرقة الصحبة اللي خرجت من رحم الطنبورة. روح شابة جديدة قدرت تعمل زيطة وزنباليطة في بورسعيد في وقت قصير جدا. زارني زار المحبوب على عيني في رياض في رياض قلت له قلت له قلت له يا زين يا عيون يا أخي ما تواصل واصل واصل المحبوب لا مع لا لا مع لا لا مع علي يا ملا سيدي ما تروى روى روى المشروب منين جت فكرة الصحبة؟ هي فكرة الصحبة جت من ان انا كنت بعلم يعني اتنين صحابي سمسمية، وفي نفس الوقت كان في ناس بتيجي تقعد معانا يعني شباب تيجي تقعد معانا واحنا ايه بن بن بنعلمهم السمسمية وكده، فكنا بندندن مع بعض. كانت فترة واحد من اللي كانوا معايا دول راح الجيش، فبقى كل ما يرجع من الجيش نعمل ايه نعمله زي حفله صغيره كده في الكافيتيريا اللي احنا ضمه حفله في فصاحب الكافيه اعجب بالموضوع وكده، وقام ايه جاب لنا ساوند يعني صوت وكده واشتغلنا بيه. فالناس بقت كل مره بيرجع الشاب ده من الجيش بتيجي عشان خاطر تشوف الحفله اللي احنا بنعملها. فاحنا من الحته دي بقى يعني انبساط الناس وانبساطنا جات لنا الفكره بقى ان احنا نعمل الفرقه. وبعدين احنا اصلا في كذا فرد في الفرقه يعني ابا عن جد في انت مبدئيا ابا عن جد مرسن العشري وحسن العشري وفي ناس معايا برضو يعني اباطهم زي كريم رجب، والده الشيخ رجب يعتبر حد عمده فن الضمه في بورسعيد، وفي محمد العربي موسى والده برضو كان في السمسميه، وعبد الله علي عوف برضو معانا. فالناس دي بقى يعني احنا حطينا في يعني حملنا على عاتقنا ان احنا نحاول ان احنا نبسط الناس وفي نفس الوقت ان احنا نحافظ على التراث، بحيث ان احنا كنا يعني الشباب الوحيد اللي موجود في الوقت ده بالكامل، مجموعه شبابيه بالكامل اللي بتقدم فن السمسمية. لينا شعار بنقوله كده التراث الاجداد يحيي الاحفاد. ايه الجديد المختلف اللي قدمتوه في الفرقه بتاعتكم مش موجود في اللي قبل كده؟ الجديد اللي احنا قدمناه في الفرقه بتاعتنا ان احنا يعتبر من يعني من اكتر من 20 سنه ما كانش كون فريق سمسميه بيحتوي على عنصر شبابي بس. يعني اول لما اسسنا الفرقه كان متوسط الاعمار يعني اقل من 25 سنه، ما كانش معانا اي حد كبير خبره خالص، وده خلى اللون بتاعنا او الطبع بتاعنا يعني حركي اكتر. كمان احنا حاولنا ان احنا نعمل رقصات يعني هي احنا فن السمسميه الشعبي فن تلقائي، بس احنا حاولنا ننظم شويه الرقص سنه بسيطه، يعني يبقى في مثلا اثنين ثلاثه يعملوا رقصات متشابهه مع بعض، مش رقصه كامله زي الفنون الشعبيه، ولكن حاولنا ننظمها شويه. اهتمنا بحته اليونيفورم. انا شفت لكم فيديوهات بيونيفورم اهتمنا بحته اليونيفورم اللي هو البحري، بس عملنا عليه برضو تعديلات بحيث يتماشى برضو مع العصر مش الشكل القديم. وبرضو عملنا اغاني لينا، يعني احنا عندنا ثلاث اغاني عاملينها علشان خاطر يبقى زي تراث حديث، حاجه برضو ان الناس يعني تسمع الحاجات دي وفي نفس الوقت احنا محافظين على التراث. مين اللي بيكتب مين اللي بيلحن؟ يعني انا كتبت اغنيتين منهم وفي زميل ليا كتب اغنيه برضو وانا اللي ملحن. بتروحوا افراح بتروحوا حفلات
بنروح افراح، بس احنا شغلنا الرئيسي اللي احنا يعني الفرقه متكونه على اساس احنا فرقه مش هدفها ربحي خالص. يعني احنا مش هدف ان احنا يعني نلم الجنيهين والكلام ده، احنا كل هدفنا ان احنا نوصل التراث بتاعنا، تراث السمسميه البورسعيدي، ونوصل شكل الشاب البورسعيدي بالصوره اللي هو المفروض تليق بيه. فاحنا يعني بنهتم اكتر بالكرنفالات والاحتفالات اللي هي بتبقى موجوده الثقافيه اكتر من الافراح. الافراح ده جانب تاني ممكن نعمله، بس في اطار يعني لما يكون منظم بطريقه تكون برضو مشرفه، علشان احنا بنحاول نعتز ونرتقي شويه بفن السمسمية. قصدك ان ما يبقاش في نقطه، ما يبقاش بالظبط يعني ما فيش نقط، ما يعني ما يكونش في يعني الطريقه تكون حلوه. مين بيجي لكم يا احمد؟ مين بيسمعكم؟ هل نفس الفئه العمريه ولا ممكن الاقي كبار الاقي صغيرين؟ احنا الحمد لله عندنا من الناس اللي الكبار في السن بيحبونا، والشباب، بس الشباب اكتر واكتر تفاعل معانا. احنا برضو يعني ضايفين حته ان احنا بنحاول في بعض الاحيان في الحفلات اللي هي بتكون في كافيهات اكتر، ممكن نقدر ان احنا مثلا نلعزف حاجه مثلا تكون مسموعه على الودن من الحاجات الجديده في وسط يعني اطار معين. فالشباب يعني بنحاول ان احنا نحبب الشباب في السمسميه من الحته دي. بعد كده هو بيحب بقى، ممكن يحب دور الضمه ذات نفسه التقيل اللي هو صعب ان هو يتسمع. احنا بنجيبه واحده يعني، بنحاول ان احنا نسحبه واحده واحده علشان خاطر يسمع الفن بتاعنا. يا سمسمية يلي فيك حكاوينا، والصحباجية معانا تغني أغانينا. يا سمسمية يلي فيك حكاوينا، والصحباجية معانا تغني أغانينا. عالسلك والطبلة اسمعنا، هنقول أغاني ولها معنى. عالسلك والطبلة اسمعنا، هنقول أغاني ولها معنى. والصحبة آخر تجلي، بس انت اقعد واسمعنا. والصحبة آخر تجلي.